من طرف المدير الجهوي للفلاحة ولا كذلك المندوب الإقليمي للصيد البحري لمدينة إقليم الناظور. الاتفاقية اللي فيها عدة إيجابيات، أول من الإيجابيات أولا غادي يكون حوض البحر المتوسط في راحة بيولوجية ولهذه اللي تكون لأول مرة، وكذلك استفادة يعني مجلس الجهة أو المهنيين البحارة ديال، وهذا الطلب ديال الرحلة البيولوجية جاء بطلب من المهنيين ديال حوض البحر المتوسط، وكذلك في قضية التشغيل سيتم تشغيل اليد العاملة من جهة الشرق. هناك كذلك استفادة مادية ولا سيما في المشاريع اللي ذات المشاريع ذات طابع اجتماعي لمجلس للجهة من طرف الاتحاد الأوروبي، وفي هذه النقطة رفعنا توصية من لرفع حصة الحصة المالية من 2% لصيادي الجهة الى نطالبوا باش تكون على الاقل 20% هاد الحصه، اللي حتى يكون عندها واحد الوقع اقتصادي واجتماعي كبير على هاد الجهه، لان اليوم حنا كنمتد على البحر المتوسط الجهه ديال اكثر من 200 كيلومتر، ونتوفر على ميناءين كبيرين للصيد البحري وهو ميناء راس الماء وميناء الناظور، وكذلك عده موانئ صغيره للصيد التقليدي. هاد اليوم نتمن ما قامت به الدبلوماسية المغربية، لأن هناك اليوم مساندة سياسية، لأن اتفاقية شملت جميع الموانئ أو جميع المياه السواحل المغربية من طنجة إلى القويرة إلى بالضبط الجرف الأبيض، يعني لا بلونج، يعني هذه الاتفاقيه هذه اللي ما هو سياسي اليوم الدعم التام، وكذلك ما هو اقتصادي جاء على لسان المندوب الصيد البحري، وكذلك رفعنا توصيات وكانت هناك نقاش، والحمد لله اليوم الجهه تساند الوزارات اللي قامت بهذا المجهود الكبير، ولا سيما الدبلوماسيه المغربيه ووزاره الصيد وزاره الفلاحه والصيد البحري، لان كانت هناك اشواط اكثر من 7 أشواط اللي تعقدت لهذا الاتفاق، وقعت بالحروف الاولى، ونتمنى ان شاء الله باش تكون اتفاقيه نهائيه باخذ عين الاعتبار جميع التوصيات والملاحظات اللي غادي يديروها عود مجلس جهة الشرق وكذلك عود في الغرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة. اليوم كما تعلمون عندنا واحد النقطة واحدة في جدول الأعمال ديالنا، وهي اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. هذه النقطة إن شاء الله غنحاولوا نصادقوا عليها بالإجماع، لأن هذه الاتفاقية مهمة للمغرب وكذلك بالنسبة حتى للأوروبيين، أنها اتفاقية ليس كما السابقة، لأن الأخرى كانت فيها 40 مليون أورو، هذه فيه 52.2 مليون أورو. هذه الفلوس كيستفدوا منها المهنيين سواء في الموانئ أو في البواخير لإصلاح البواخير أو لعصرة البواخير ولبناء السفن الجديدة سواء كانت خشبية أو بوليستيرية أو حديدية. وكذلك هذه الاتفاقية الجديدة اللي غتكون 128 باخرة أوروبية على ظهرها، سيستفيدون منها المغاربة الذين سيشتغلون على ظهر هذه البواخر، وكذلك التفريغ النسبة المئوية لعدد السمك التي ستفرغ في الموانئ المملكة. وشكرا.